انخفضت درجات الحرارة اليوم، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 29 درجة مئوية، وشمال الصعيد 39 درجة مئوية، على أن يسجل جنوب الصعيد 45 درجة مئوية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. إليك دكتور والمزيد من التفاصيل معك. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. بالفعل طبعا بدأت تتغير الكتل الهوائية اللي بتأثر على جمهورية مصر العربية، بتأثر الآن برياح شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا، بتعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بقيم بتتراوح من 7 إلى 8 درجات مقارنة طبعا بأمس. إن شاء الله بيستمر معنا هذا الاعتدال في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وحتى نهاية فصل الربيع إن شاء الله، مع بدايات فصل الصيف إن شاء الله المتوقع إنه يبدأ معنا 21/6 زي ما حضرتك ما ذكرت في درجات الحرارة، وأيضا نستشعر نفمات من الاعتدال في درجات الحرارة في فترات الليل، الطقس ما بين لطيف إلى معتدل في ساعات الليل، خاصة الساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح، وعودة إلى درجات الحرارة الصغرى التي تتراوح من 22 إلى 23 درجة مئوية. إذن دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.